اللي يبين الشخص أطول شو بده يلبس؟ شو برأيكم؟ يوحد اللون، لون واحد من فوق لتحت ببين أطول، مونوكروم. كمان أي شيء في خط مستقيم بوسط الجسم بيعطيه طول، مثل شو؟ مثل الفساتين لون واحد من فوق لتحت بتكون، سوتس كمان السوت بتبقى لون واحد من فوق لتحت، والجامب سوت هو بيساعده إنه يكون uninterrupted line. إذا بدهم يلبسوا نقشات لازم يكونوا صغار، ما فيهم يكونوا كبار. البناطلين تكون طويلة توصل للكعب الشوز. أكيد الهاي هيلز حلو لقلهم، بس يبعدوا عن الكتير هاي هيلز، أوكي؟ لأنه أيام منشوف أشخاص تبقى مثلاً لابسة تنورة قصيرة وكعب عالي، هيدا الـ 15 سنتي، منحس الكعب منه بروبورشنال مع طوله. بس شو بيصير؟ بس إذا لابسة مثلاً فستان طويل، إذا لابسة بنطلون طويل، ما بيعود مزعج. إذا كان مخبى الكعب إتس أوكي، okay. بس لما نشوف هالكعب كله مع الإجر مبينة بيبين منه ظابط. البوز المروس كمان حلو لقلن ليطولن. الشالات الرفيعة الطويلة. التياب أحسن يلبسوا التياب اللي ضيقة شوي عليهم، يعني من الواسع، لأنه بيضيعوا بالتياب الواسع.